ما بين قمع أو حبس أو إيقاف عن العمل أو اتهامات مجهزة ومعلبة كما يراها معارضو إردوغان بحق الصحفيين باتت على مرأى ومسمع من العالم وفق تقارير دولية مختلفة. تركيا أصبحت تسجل الآن الرقم الأعلى في تجاوز الحقوق وانتهاك الحريات التي كفلتها القوانين الدولية للسلطة الرابعة. يتعرض الصحفيون أتراكا كانوا أو غير أتراك داخل تركيا لانتهاكات تصل إلى حد الاعتداءات البدنية والإهانات اللفظية، التهمة تغطية مظاهرات تندد بقمع النظام التركي. العرض الرقمي والبياني السابق كان يسلط الضوء عن واقع ممارسة الصحفيين والإعلاميين لأعمالهم وأدوارهم في تركيا. ماذا عن الوضع الحقوقي في تركيا بشكل عام؟ يرصد الكثيرون حملة قمع ضد المعارضين شملت ومنذ عام 2016 احتجاز آلاف الأشخاص دون تهم واضحة أو أدلة موثوق بها، إضافة إلى فرض قيود شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن فصل عشرات الآلاف من وظائفهم على سند من القول بانتسابهم لحركة الخدمة. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أحمد شيخو الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. ما بال إردوغان لا يكترث أو لا يظهر اعتناء كبيرا بكل الانتقادات التي توجه له في ضوء الواقع الحقوقي والإنساني فيما يخص التعامل مع المعارضين أو الصحفيين؟ بداية أشكر لكم والمشاهدين الكرام. طبعا لا شك أن ملف حقوق الإنسان أو ملف الحريات في تركيا، يعني كما أشار حضرتكم أن تركيا الآن تحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر الصحافة، بمعنى أن يعني تركيا يمكن أن نعتبرها حرية الصحافة فيها معدومة، بالإضافة إلى هناك 80 صحفيا يواجهون أحكام بالمؤبد وبالإعدام، بالإضافة إلى اعتقال يعني العديد من الصحفيين الذين غطوا مثلا جنازة الضباط المخابرات التركية الذين قتلوا في ليبيا، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين الذين يعني كتبوا تقارير إعلامية عن دعم داعش، دعم تركيا لداعش وإمدادها بالأسلحة في سوريا. بالإضافة إلى هناك الكثير يعني من الصحفيين، مثلا قبل يعني حوالي شهر كان هناك حادثة حصلت في مدينة وان، وهو الرمي يعني مواطنين تركيين من الطائرة، فقام يعني بعض الصحفيين بالكتابة حول ذلك و يعني بينوا للرأي العام. تركيا حتى اعتقلت يعني أربع صحفيين من الذين يعني كتبوا. هذه قضية أخرى أستاذ أحمد، لكن أنت أشرت إلى أن هناك قطاع من الصحفيين يصل عددهم إلى نحو 80 صحفيا يواجهون اتهامات قد تفضي بعقوبتهم إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ما هو العمل الذي يمكن أن يأتيه الصحفي فيساءل عليه مساءلة قد تفضي به إلى فقدان حياته أو سجنه مدى الحياة؟ طبعا يعني الحكومة التركية يعني ترى في كل الصحفيين الذين يكتبون ب يعني منطق المعارضة أو فيما لا يوافق السلطات التركية عليها، فأغلبهم يواجهون يعني تهم جاهزة بما يخص انضمامهم إلى حركة جولن أو إلى ارتباطهم مع الحركات الكردية. وطبعا يعني هذا التقرب من الصحفيين ومن اعتقالهم، و يعني حتى لو أن بعض الصحفيين تم اعتقالهم لوضع يعني إعجاب على منشور في تويتر أو فيسبوك أو حتى يعني كتابة مقال مراقب
للسياسة الموجودة لحزب عدالة التنمية أو حتى لبعض الأمور الاقتصادية أو المؤشرات الاقتصادية التي يلامسها الشارع التركي على وجه الحقيقة يعني. طبعا بالإضافة إلى أن المعارضين لو أخذناها يعني على السياسيين والنشطاء السياسيين، ف يعني قبل البارحة يوم الجمعة تم اعتقال 74 محاميا في مدن ديار بكر واسطنبول وازمير واديامان بدون يعني اي وجه حق، واوامر الاعتقال صدرت بحق اكثر من 100 شخص، يعني ربما كان من تم توقيفهم بالفعل 74 ضمن هذه القائمه التي يزيد عددها عن 100. صحيح، يعني القائمه هي 101 شخص لكن تم اعتقال 74، ويعني البحث جاري عن الباقيين، طبعا بتهم كما اشرنا اليها بالانضمام اما لحركه جولن او الى الارتباط مع الحركات الكرديه، وطبعا هذه تهم جاهزه للمعارضين يتم يعني وصمها للصحفيين وللحقوقيين وللنشطاء وحتى يعني رؤساء البلديات. ساعود الى ما بدات به مع حضرتك استاذ احمد واتمنى الاجابه باختصار لو سمحت، ما هو مبعث الطمانينه الذي لدى اردوغان؟ بدات عمليات القمع بشكل اكثر سفورا بين قوسين ربما من واقعه جيزي بارك واستمرت بعدها لتزداد وتيرتها ما بعد 2016، لماذا يبدو اردوغان مطمئنا لما يفعل دون رقيب عليه؟ الان وضعه في تركيا داخليا يعني بأسوأ حالته إن كان اقتصاديا أو إن كان يعني انخفاض شعبيته، فأنا تعامله بهذه يعني العنف وبهذه الأحدية مع الصحفيين ومع النشطاء لا يعكس قوته ولا يعكس يعني عدم رضاه أو عدم قبوله بكافة القوانين. طبعا المواقف الخجولة من الأطراف الدولية هذه أيضا لها سبب في أن أردوغان يذهب إلى مواقف أكثر متشددا، لكن أستطيع أن أقول أن عدم اكتراثه بال يعني المواقف الدوليه او حتى بمواقف المعارضه التركيه هذه تبين ضعف اردوغان وليس قوته يعني. نعم استاذ احمد الشيخ والكاتب الصحفي المتخصص في الشان التركي، اشكر حضرتك من ضمن الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.